آخر حاجة معانا النهاردة في حلقتنا هو فيديو منتشر بشكل كبير جدا في مصر، وسبب انتشاره إن هو معمول من بنت مصرية تيك توكر اسمها إيمان يحيى، مهتمة بتقديم مراجعات للكتب. طلعت في فيديو ردت فيه على سؤال منتشر الأيام دي، وهو ماذا خسرنا في معركة طوفان الأقصى؟ تعالوا نشوف البنت دي قالت إيه وإيه اللي شرحته للناس وليه الفيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. الحرب دي لو استمرت شهر واحد اسرائيل مش هتقوم لها قومة. فاللي عملته حماس لفت انتباه العالم اللي بيحصل في اسرائيل وبعدين اللي بيحصل فينا، ولولاه ما كانش حد هيحس بيك ولا هيحس بالناس اللي بتموت عندك، والقضية كده كده ما بتتفتحش ومحدش بيتكلم فيها. فغزة ما خسرتش اكتر من اللي كانت بتخسره كده كده طول السنين اللي فاتت، ولكن اسرائيل بقى خسرت ايه؟ اسرائيل بتتعرض لخسائر اقتصادية ودبلوماسية ما تعرضتش ليها في حياتها، وبتخسر اهم حرب عندها، وهفضل اقول ان دي اهم حرب عندها، الحرب الاعلاميه. الخسائر الاقتصاديه اللي بتتعرض لها اسرائيل خلت اكبر المنظمات والوكالات المعنيه بالاقتصاد في العالم تقول ان اقتصاد اسرائيل دلوقتي مهدد بالخطر، وان هي هتدخل في ازمه اقتصاديه حاده. دلوقتي حالا هي بتدفع مليار شيكل يوميا، يعني حوالي 250 مليون دولار يوميا في حربها ضد المقاومة. الشيكل الإسرائيلي نزلت قيمته لأكتر من 15%، نسبة الأسهم الإسرائيلية لأكبر شركات إسرائيل في البورصة نزلت لأكتر من 22%، أكبر 5 بنوك في إسرائيل نزلت نسبة الأسهم بتاعتهم لأكتر من 20%. افتح الصحف العالمية هتلاقي الأخبار مكتوب فيها أن السياحة في إسرائيل أصيبت بالشلل التام لمدة 6 شهور قدام. الفيديو كان منتشر بشكل كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي، وكل الحقائق والمعلومات اللي موجوده في الفيديو دي هي بفضل جهدكم، بفضل جهد البنت دي، وبفضل جهد اي واحد بيحاول ان هو يساند القضيه الفلسطينيه باي حاجه ممكن يعملها، بوست، معلومه بتنشرها، بحد بتكلمه من اهلك، من اصحابك، باولادك اللي انت لازم تعلمهم كل المعلومات، اللي بيحاولوا على الايام وعلى مدار التاريخ ان هم يزوروها ويغيروها. عشان كده هنفضل متمسكين بالقضيه الفلسطينيه، وان شاء الله قريبا نفرح بالنصر لأهلنا في فلسطين وبتحرير الأراضي الفلسطينية كاملة إن شاء الله.